تجمع الأحزاب والقوى السياسية والعائلية في حصبية ومنطقتها على أن الانتخابات البلدية هي محض إنمائية وخدماتية لرفع شأن القرى وتثبيت الناس في قراهم، وعليه تتكثف لقاءات في المنطقة لإيصال مجلس بلدي متجانس. تنسيق مع كل القيادات الموجودة، أملنا أنه نقدر نتوصل لمجلس بلدي جيد. هناك جو من التوافق الذي يرخي بظلاله على هذه المنطقة، وهذا جو التوافق هو الذي أرساه الزعيمان الوطنيان الأمير طلال إسلام ووليد باك جملاط. نحن رايحين بوجه عام للجمع ولإرساء حالة استقرار اجتماعي تخدم كل أهلنا على مختلف توجهاتنا السياسية. التوافق يجب أن لا يكون على قاعدة المحاصصة السياسية التي تأتي أحياناً، ولنا تجربة غير جيدة أو سأقول غير ناجحة على مستوى بلدة حصبية. إذا كان هناك من طموحات شبابية لخوض انتخابات ديمقراطية فهذا أمر مرحب به أيضاً، لأن التوافق لا يعني إلغاء الآخر. وعلى الرغم من دعوة الحزبين التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني إلى حصول توافق على هذا الاستحقاق، هناك أيضا من يدعو إلى التوافق شرط ألا يكون هناك محاصصة سياسية.